غادر هؤلاء الصبية مقاعد الدراسة مبكراً إلى غير رجعة للعب دور المعيل، منتشرين في الأسواق وورشات العمل وقرب إشارات المرور لتأمين لقمة العيش. مشاهد عمالة الأطفال أصبحت جزءاً من حياة العراقيين اليومية دون التفات من الجهات المسؤولة لهذه الظاهرة. أطفال في مقتبل العمر تخلوا عن لعبهم وبراءتهم، تاركين أحلامهم وطموحاتهم البريئة في اللعب مع أصدقائهم في باحة المدرسة. تعال هاي الشباب كله بالسوق، اللي يبوق واللي ينهب واللي يقتل كله سبب الحكومة. هذا الطفل الجوال 18 وين صبي يروح؟ بس ايش يعمل؟ لا راتب لا مدرسة لا رعاية لا أحد أكو يدارينه، فلوس ماكو ما أحد يطعينه، وصبي يروحون؟ وصبي يروحون الأولاد؟ يحذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، مشيرة إلى وجود طفلين فقيرين من بين كل 5 أطفال في العراق. وإحنا نتألم من نشوف أطفالنا وهذا الشباب الجديد على انحدار، الوضع ما يبشر بخير، الطفل العراقي في خطر. وعلى الرغم من وجود قوانين نافذة تجرم عمالة الأطفال، إلا أن عشرات الآلاف منهم ما زالوا منتشرين في الأحياء الصناعية وفي مكبات النفايات، حيث يعملون في أقسى الظروف دون مراعاة لأي قانون. ظاهرة عمالة الأطفال في العراق تفاقمت في السنتين الأخيرتين، لكن يبدو أن هذه الظاهرة لم تحظى بأولوية الحكومات المتعاقبة ولم تضع أي حلول لمعالجتها.